في الفترة الممتدة بين 17 إلى 24 من حزيران في عام 1985، حفر الأمير سلطان سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنفسه مكانة في التاريخ، عندما أصبح أول عربي وأول مسلم وأول رجل من الشرق الأوسط وأول فرد من العائلة المالكة السعودية سافر إلى الفضاء. في 17 من حزيران حلق الأمير سلطان على متن مكوك فضائي في حمولة مكونة من 7 أشخاص. الجولة استمرت 7 أيام وساعة واحدة و38 دقيقة. كان ذلك بعد نحو 20 عاماً فقط من الغزو البشري للفضاء في بداية 60ات القرن الماضي، التي أرسل فيها السوفييت الشاب يوري غاغارين إلى الفضاء. دار الأمير في رحلته حول الأرض نحو 111 مرة، وقد مثل الأمير في هذه الجولة المنظمة العربية للاتصالات عربسات. عند 2:10 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة من يوم 22 من حزيران 1985، أجرى العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز محادثة هاتفية على الهواء مباشرة مع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أثناء رحلته الفضائية. استغرقت المكالمة الهاتفية نحو 10 دقائق، وشاهدها الملايين على شاشات التلفزيون السعودي والعربي والإسلامي. كانت الأولى من نوعها في التاريخ بين قائد دولة خارج الولايات المتحدة ورائد فضاء غير أمريكي، وكان الأمير قد شارك في إطلاق القمر الصناعي عربسات 1B. والرحلة عبر المكوك الأمريكي ديسكفري STS-51G ضمت إلى جانب الأمير سلطان 5 رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء فرنسي. بعد وصول المكوك ديسكفري إلى الفضاء والبدء في الدوران حول كوكب الأرض، في أثناء هذه الجولة الفضائية أجرى الأمير سلطان عدة تجارب من إعداد علماء سعوديين، ومنها تجربة الغاز المتأين التي كان صاحبها فرداً من العائلة المالكة السعودية لنيل درجة الدكتوراه، إذ تعلقت الأطروحة بسلوك النفط والماء عند خلطهما في حال انعدام الجاذبية الأرضية. كما استخدم الأمير الهاتف على متن مكوك الفضاء للتحدث مع الملك السعودي في حينه فهد. بثت هذه المكالمة على القنوات التلفزيونية المختلفة في الشرق الأوسط. وفي 27 من حزيران من عام 1985 هبط المكوك الفضائي على الأرض. بعد هذه المهمة الناجحة شارك رائد الفضاء السوري محمد فارس في برنامج الفضاء السوفيتي، فانضم لرحلة المركبة سويوز M3 إلى محطة الفضاء السوفيتية مير في 22 يوليو عام 1987 مع 2 من رواد الفضاء الروس. أنجز خلالها 13 تجربة علمية تمت في الفضاء على متن المركبة الفضائية مير، ورغم قلتهم استطاع الرواد المسلمون أن يصلوا إلى الفضاء وأن يسبقوا أمماً كثيرة مثل اليابان وبريطانيا والصين وغيرهم من الدول البارزة في هذا المجال اليوم. لكن رائد الفضاء السعودي الأمير سلطان بن سلمان كان أول من نال هذا الامتياز، تلاه رائد الفضاء السوري محمد فارس فالأذري موسى مناروف، ثم رائد الفضاء الأفغاني عبد الأحد مومند قبل نهاية حقبة الثمانينيات.